ولمن أراد أن يتخلص من نفاقه وشقاقه. تروي إحدى الأخوات منذ فترة من الزمن، تروي إحدى الأخوات تقول، ويعني كانت في فترة، كان في ذلك الوقت هذا المجموعة مهتمة بكتابة المطويات، كانت هذه الأخت مهتمة بكتابة المطويات ويطبعونها ويوزعونها على الناس. هنا معنا في عمان، زين، كانت المطويات يعني مقبولة في ذلك الوقت أكثر من الآن، فكانت هذا هو دأبها وهذا هو شأنها، يعني تكتب تلك المطويات لأجل أن توزعها. سبحان الله، انظر إلى اجتهاد هذه المرأة في قضية الدعوة إلى الله وتبليغ كلمة الله عز وجل. فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يكتب مطويات فيما أحسب، وكان مجتهدا في قضية الكتابة، اجتهد ينقذ الناس من النار. ليست قضية سهلة أن تعمل على إنقاذ، هذه أعظم رحمة ممكن أن تعمل بها في هذه الحياة، أن تعمل على إنقاذ من حولك إلى جهنم. فلعل الله عز وجل أن يكتب رحمته لك وإنقاذك ونظرته إليك وإسعافك بألطافه عز وجل. ثم التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة وقال، وكأنه بعد أن أثنى عليها ثناء على ما هي عليه من الدعوة، ثم قال: من أراد أن يتخلص من نفاقه، سر والداء الخطير الذي وقع فيه الكثير في التقصير في قضية الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الأعزة والأحبة، قال: من أراد أن يتخلص من نفاقه فليعمل، فليسر على هذه الصورة، صورة هائلة كانوا عليها من قضية الاجتهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من أراد أن يتخلص من نفاقه، هل هنالك شيء أعظم من هذا؟ أن تتخلص تخلصا كليا من النفاق، وجعلني مباركا أينما كنت. تنبري، تخرج إلى هذا الوجود بنفسية غير النفسية التي كنت تعيشها، نفسية لا ترى فيها إلا الدعوة إلى الله، نفسية لا ترى فيها إلا النصيحة لكل مسلم، نفسية لا ترى فيها إلا الاستعداد والتحضير لكل مسلم تراه بين يديك وفي طريقك ناصحا ومعلما ومفهما وداعيا له إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي النفسية